فيها أن آثار داهم وهو يدافع عن وطنه كعرضه أو يزيد. شكرا للدكتور حافظ عزام على بركة الله. رغم مرور 69 عاما على النكبة وتشتيت شعبنا، فإننا مصرون على التمسك بحقوقنا، لا تراجع عن أي من تلك الحقوق. والأكثر تكريسا للخلاف الداخلي، ولكن حقي أن أسعى إلى هذا المسار كما من حقنا جميعا. حق العودة بالنسبة إلينا يشبه تماما صلاتنا وصيامنا وقرآننا وحجنا، هو جزء من عقيدتنا، هو هويتنا وملامحنا. ولذلك في يوم النكبة، يوم التشتيت والإخراج القسري، نؤكد على تمسك حقنا، على تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى دياره ووطنه. يكفي أنهم ذكروا العالم كله بالمظلومية التي يعيشون، التي عاينت هذا الوجه وظلت متمسكة بحقها. يا كاميرا يا زكريا.